أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون من أجل ترجمة القرارات الدولية ذات الصلة بضحايا الإرهاب إلى تشريعات وطنية، وذلك لتوفير الإطار القانوني الملزم لضمان وحماية حقوق ضحايا الإرهاب. وأكد العسومي في كلمة له أمام المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على أن موضوع ضحايا الإرهاب يحظى بأولوية كبيرة في أجندة عمل البرلمان العربي، مشيرا إلى أن البرلمان العربي يعمل على إعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب. الحضور الكريم، إن ضحايا الإرهاب في أمس الحاجة إلى سماع أصواتكم وحماية حقوقهم، ولا يجب أن يتوقف دورنا في مساعدتهم عند حدود التضامن معهم، ولكن يجب أن تكون هناك إجراءات عملية ملموسة لدعم احتياجاتهم باستمرار، كما أننا في حاجة إلى زيادة الوعي العالمي بحقوقهم وبحجم المعاناة التي يلحقها الإرهاب بهم وبدويهم.